اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الذي لا يموت سبحان الذي يحيي الخلائق ولا يموت سبحان الذي خضعت لعظمته الرقاب سبحان الذي ذلت لجبروته الصعاب سبحان رب الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه سبحان الذي لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ويعجز عن وصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا ملجأ القاصدين يا حبيب المحبين يا أنيس المنقطعين يا جليس الذاكرين يا من هو عند قلوب المنكسرين يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين يا من ليس معه رب يدعى ولا ملك على السؤال يرجى ولا شافع يغشى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم أعنا على الموت وكربته
والقبر وضمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته إلهنا خلقتنا فأحسنت ورزقتنا فأنعمت وعلمتنا فهديت ثم عصيناك جهرا فغفرت وأذنبنا سرا فسترت خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد فنحن المذنبون المقصرون فنحن المذنبون المقصرون لو نظرت إلى أعمالنا فإنا نستحق العقوبة ولكن رحمتك هي أوسع لنا فالتسعنا رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم بيض وجوهنا ويمن كتابنا وارفع درجاتنا وثقل ميزاننا وتجاوز عن سيئاتنا اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تنور بكتابك أبصارنا وأن تطلق به ألسنتنا وأن تنور به قبورنا وأن تغفر به ذنوبنا وأن تصلح به أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجناتك إلهنا ها هو شهرك الكريم قد رحل ونحن على خوف ووجل وفيك الأمل فتقبل يا ربنا منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وأذكارنا وسائر أعمالنا ولا تردها في وجوهنا يوم القيامة يوم الحسرة والندامة إلهنا أغلقت الأبواب إلا بابك فلا تبعدنا عن جنابك فإن أبعدتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرجه والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب لا إله إلا الله اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات إحسانا
وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلونا وارحمنا إذا كفنونا وارحمنا إذا حملونا على أكتافهم وارحمنا إذا أنزلونا إلى قبورنا وارحمنا إذا أهالوا علينا التراب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا في قبورنا نور صيامنا وأنزل علينا نور صلاتنا وأنزل علينا نور قراءتنا للقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحم ضعفنا وتول أمرنا واختم بالصالحات آجالنا اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من صحة وعافية فاجعل لنا يا ربنا منه أوفر الحظ والنصيب وما قسمت فيها من بلاء فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم يا ربنا أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح شبابنا وأصلح شيبنا وأصلح نساءنا وأصلح أطفالنا وزوجاتنا اللهم اغفر للمسلمات الحاضرات والغائبات اللهم ارفع درجاتهن وآمن روعاتهن وتقبل منهن أعمالهن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر جندك وأولياءك المؤمنين من المشايخ والعلماء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومن أحبنا فيك
ومن أحببناه فيك، ومن دلنا على خير، ومن دللناه على خير، وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر عبادك في الشيشان وفي البوسنة والهرسك وفي فلسطين وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق المبين. إلهنا، أنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا خائبين. اللهم تقبل دعواتنا، اللهم تقبل دعواتنا، اللهم تقبل دعواتنا، ولا تردنا خائبين، ولا عن باب جودك مطرودين، ولا من فضلك محرومين. اللهم اجعلنا ممن حظي بأجر ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن حظي بأجر ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن حظي بأجر ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.